وعندي خاص لثلاث ايام. انا اسفه، انا غلطت غصب عني يا فوفو. فوفو؟ ايوه. او تيريو. ليه بقى بتهزري حضرتك اثناء تاديه وظيفتك؟ يا شيخ خضتني، اللي يشوفك كده وانت بتشغط وتنطر ما يقولش عليك انك خطيبي. استوبت عزيزه استوبت، خطيبي خارج السفاره انما داخل السفاره رئيسك. عندي خاص بخمس ايام. لا ده انت زودتها خالص، دي ما كانتش غلطه صغيره كده. الغلطه الصغيره اللي قلت كده يحصل منها مصايب قلت كده. ازاي بقى؟ لو جناب السفير بعد ما يبلع الصابون حصل له مغص او تلبك معوي او امساك، عارفه النتيجه هتكون ايه؟ اجيب له دكتور. لا يا عبقريه هانم، النتيجه هتكون احتجاجات وانذارات وقطع علاقات ويمكن اعلان حرب كمان. يا نهاري، شرارة الحرب الأولى اندلعت ليه؟ ليه؟ لأن واحد مجنون ضرب ولي عهد النمسا بالرصاص. الحرب الثانية قامت ليه؟ ليه؟ لأن واحد نقاش مجنون حب يدهن العالم باللون الأحمر. أحمر؟ الحرب الثالثة هتقوم بسبب حتة جبنة. يعني يبقى في التاريخ حرب البوير، حرب البثوث، وحرب الجبنة الأومو. أنا عايز الفردة السليمة. سليمة؟ أي تفضل. دلوقتي بقى فيه توازن بين الفردتين. تفضل. مدموزيل هدى. نعم. اشتغلتي في السفارات قبل كده؟ لا، انا اتخرجت السنة دي بس من الجامعة. واضح، ظاهر، باين. هو حصل مني اي غلط دلوقتي؟ اي ايه هو؟ انت بقولي عليه من فضلك بسرعة. مدموزيل هدى. اللي يشتغل في السلك الدبلوماسي لازم تتوافر فيه ثلاث صفات: ما يسألش عن حاجة، ما يسمعش حاجة، ما يشوفش حاجة. يعني أبقى فرشة وعمية وخرسة وجثة هامدة وقت اللزوم. بصراحة أنا مش موافقة على الشروط دي. ما تعرضليش من فضلك، المعارضة أكبر وأخطر عيب في العمل الدبلوماسي. يعني لازم أوافق على كل شيء سواء كان صح أو غلط من غير مناقشة. لو جناب السفير قال على الولاعة دي ترابيزة، تبص لها وتبتسمي وتقول يا سلام يا فندم، يا سلام على المفرش اللي عليها، في منتهى الجمال. برافو. ايه رأيك في الطيارة دي؟ طيارة؟ هي فين الطيارة دي؟ يا سلام مدهشة، دي حتى من النوع اللي يسبق سرعة الصوت. هايل. ايه رأيك في صينية البطاطس دي؟ الله، طعمة بشكل مش هطعم منك يا طعمة، يا نعمة من نعم الله. ايه؟ ايه رأيك في صحبة الورد دي؟ يا سلام، أنا عمري ما شفت ورد أجمل من كده. الورد اللي على خدودك أجمل وأجمل. الله، أستاذ فؤاد، أنت جرالك إيه؟ لما بشوفك
مش عارف بيجرى ليه من زمان وانا حاسس بحاجات كتير بس كانت احاسيسي. هدى انا معجب بيك من زمان، قاتلني جمالك من زمان 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 يا سلاحي. اشتقت. اطلعي بره. ازاي تخش من غير استئذان؟ ما تدخلي لازم تخبطي. حاضر. خلي أنيسة هدى تعالي من فضلك. تاني واحدة جناب السفير. اخ يا فستان يا فنان زيخ. عزيزة عزيزة خليكي دبلوماسية. حاضر هبقى دبلوماسية. لا 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 بلاش الزهرية بلاش. ليه؟ تعمل لي ارتجاج في المخ. عندك حق زهرية ما تنفعش. انا هجيب لك اكبر سكين. استنى عزيزة عزيزة ايه؟ انا هشرح لك كل حاجة. اشرح لي بقى بعد ما اشرح. يا عزيزة انا بريء بريء. دي بنت صغيرة كنت بديها دروس. كنت بتديها دروس في ايه بقى؟ في الديانة؟ حد جاب سيرة الديانة دلوقتي. كنت بديها دروس في الاتيكيت الدبلوماسي. اصلها غشيمة كنت بمرنها على العمل. لا يا شيخ. وانا قلبي يستجري يفكر في واحدة غيرك. ده انت روح. وروح روح. وحبك وغرامك هيطلعوا روحي. انا هجيب 15 يوم لغايه ما توصل اوراق الاعتماد. اذا كان في اي حاجه مهمه تقدري تتصلي بيا في اوتيل كاتراكت في اسوان. امرك يا فندم. ازاي بعتوا الميكروب ده؟ ميكروب؟ ميكروب ايه يا فندم؟ ميكروب خطير، ميكروب شنيع. مظبوط يا فندم، ده ميكروب خطير جدا. انا شايفاه عمال يلعب ويتنطط قدامي. ايه هو اللي شايفاه عمال يتنطط قدامك؟ الميكروب، الميكروب اللي في الجواب يا فندم. ده باين عليه ميكروب حمى خطيرة. ده ألعن من الحميات اللي في الدنيا كلها. اتفضلي. ايوه يا فندم عارفاه. انت تعرفي صاحب الصورة دي؟ لا يا فندم. هو سيادتك بتتكلم عن الصورة ولا عن الميكروب؟ ما هي الصورة هي الميكروب. أنا قصدي يعني صاحب الصورة أحمد كنعان اللي عينته وزارة الخارجية ملحق صحفي هنا في السفارة. فهمت يا فندم. ميكروب ده اسم الشهرة بتاعه، يعني يبقى اسمه الأستاذ أحمد ميكروب. أنا هفهمك كل حاجة. أحمد كنعان ده عبارة عن ميكروب فساد واستهتار. شعب فيحان كله كان بيحارب في الميدان وحضرته كان بيحارب في كباريهات باريس. مشهور بغزواته الغرامية ومعاركه العاطفية. بينما شعب فيحان كله كان بيكافح الاستعمار والمستعمرين. هو فعلا ميكروب. ميكروب فتاك. يعني انت رأيك فيه زي رأيي. بالظبط يا فندم بالظبط. اذا اكتبي لهم جواب بعدم موافقتي على تعيينه. حاضر اكسلانس. تبزي يا اكسلانس. بروفاجاندا يا اكسلانس. ما فيش وقت علشان البروفا.